هاي سنة 1908 بدأت أولى سيارات الأجرة الآلية بالعمل بلندن، واللندن بلاك كاب انطلقت بعالم الأجرة سنة 1945 وما زالت تستخدم لليوم وتعتبر من أهم وسائل الإعلان بلندن. تم اعتماد الارتفاع بالسيارة لتقدر تساع رجل لابس قبعة عالية. تحتلها سيارات الأجرة المركز الأول عالمياً من ناحية الخدمة والأمان. السائق مفروض يكون يعرف أكثر من 25 ألف طريق، 20 ألف معلم، ويحفظ 320 خط على مساحة دائرية تمتد لعشرة كيلومتر من تشيرينج كروس. وكل السائقين مجبورين ينجحوا بفحص The Knowledge. من الأفضل للركبين أنه يحملوا معهم فراطة دايماً، لأنه السائق مش مجبور بالقانون أنه يرد مصاري. مين قال أنه الصريخ لتوقيف سيارة تاكسي بلندن مخالف للقانون والمسموح هو رفع الإيد؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.